أخبار الظهيرة مباشرة من الأولى إليكم العناوين. طاقة استيعابية جديدة لمطار محمد الخامس الدولي بعد تشغيل المحطة الجديدة والتي ستساهم ب 115% عند التسجيل و 80% إضافية عند الإركاب و 50% عند العبور. تسليم أزيد من 1580 صندوق عازل و 528 غطاء إضافي خاص بمناولة المصطادات لفائدة مهنية الصيد التقليدي التابعين للدائرة البحرية لعمالة المضيق الفنيدق. بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تتواصل إلى غاية الثاني من فبراير المقبل الحملة الطبية نبضات التي تستهدف أزيد من 65 طفلا مصابا بتشوهات خلقية على مستوى القلب. السلام عليكم. عقد مجلس الأمن الدولي مشاورات في نيويورك حول قضية الصحراء المغربية بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر الذي أطلع أعضاء المجلس على جهوده الأخيرة لإعادة إطلاق المفاوضات. وأبلغ كوهلر أعضاء المجلس أنه يعتزم عقد مائدة مستديرة جديدة في مارس المقبل على غرار تلك التي انعقدت في جنيف في دجنبر الماضي. وسيجتمع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء بشكل فردي مع الأطراف الأربعة المغرب، الجزائر، موريتانيا والبوليساريو خلال شهر فبراير من أجل وضع أجندة للمائدة المستديرة التي ستنعقد في شهر مارس. علاقة بقضية الصحراء المغربية دائما أكد مانويل أفيندانيو المستشار في الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفنزويلية البرلمان أن فنزويلا تعتزم إعادة النظر في اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة في ظل حكومة رئيس فنزويلا بالنيابة خوان غوايدو. وأوضح المسؤول الفنزويلي أن الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية المزعومة ارتبط أكثر بالقضايا الإيديولوجية لليسار بدلا من السعي الحقيقي للتوصل إلى حل سلمي وسياسي للنزاع حول الصحراء، مضيفا أن أولوية حكومة غوايدو تتمثل في إعادة إرساء العلاقات مع المغرب بالنظر إلى القواسم المشتركة والتاريخ المشترك بين البلدين. في مجال النقل الجوي باشرت شركة الخطوط الملكية المغربية ابتداء من يوم السبت الماضي نقل رحلاتها المنطلقة من الدار البيضاء إلى المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثلاثاء الماضي انطلاقة تشغيلها. وتحتوي المحطة على قدرة إضافية تبلغ 115% عند التسجيل و 80% إضافية عند الإركاب و 50% أكثر عند العبور. فاتنة تابوت وعشر المسعود. المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي إنجاز يستجيب لانتظارات المسافرين، فالمحطة تتوفر على كافة التجهيزات الضرورية التي تستجيب للمعايير الدولية، فهي تعتمد آليات رقمية جديدة تيسر توجه المسافرين وتقلص بل تلغي صفوف الانتظار، وذلك بهدف توفير خدمة ذات جودة للمسافرين. كاينين نقاط تفتيش متقاربة ومزيانة والحمد لله لي بلوز اغريابل دابا من ناحيه لا ديكوراسيون من ناحيه الاتات ومن ناحيه الانفراستركتور دابا الحمد لله ولا في المواصفات العالميه. لاكاي مزيان زعما مرتاحين كان زوينه فريمون كان زوينه وانا من الناس اللي كيستعملوا المطار من 2000 وكان سافر بزاف فلغ لا شايفه تحسن كبير. انا تقريبا ما جيت للمطار يعني شي 3 سنين يعني من 2016 مي لحد الساعه فاش داخل يعني قبل كي قلت لك قبل ما تسول يعني ما تسولني كان لاحظت شي حاجه جديده كان لاحظت شي حاجه يعني ليا من الاحسن التغيير انه المطار تبارك الله ولا نقي من الدم الناس مزيانين ابتسامه عارضه عجبني الحال بزاف. فإعادة تهيئة وتحديث المحطة سيرفع من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنويا مما يجعل المنشأة أرضية أساسية للربط بين المطارات على المستوى الإقليمي والإفريقي ويضفي قيمة مضافة للنقل الجوي. ستمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنويا. مساحتها تبلغ 76 ألف متر مربع منها 38 ألف متر مربع تم إعادة تهيئتها وعصرنتها و 38 ألف متر مربع كتوسعة إضافية. كما تتوفر المحطة الجوية الأولى على 8 مراكز توقف الطائرات
منها 3 مخصصة للطائرات حجم كبير نوع بوينغ 747 وواحدة مخصصة للطائرة إيربوس A380. المحطة الجوية الجديدة تنطوي على بنيات تحتية رائدة تستجيب للمعايير الدولية في مجالات الأمن والسلام وجودة الخدمات، مما سيساعد على تعزيز شبكة المطار وزيادة طاقته الاستيعابية، فضلا عن تأمين المجال الجوي المغربي. ومعي مباشرة من فضاء المحطة الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء المدير العام للمكتب الوطني للمطارات السيد زهير محمد العفير. السيد محمد العفير، ما هو الهدف الرئيسي من توسعة وإعادة تهيئة مطار محمد الخامس الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة. طبيعة الحال هذا المشروع مشروع بالنسبة لنا مهم ونموذجي للمكتب الوطني للمطارات والمطار الدار البيضاء. فبعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتدشين هذه المحطة الأولى الجديدة ديال المطار في 22 يناير الماضي، كان عندنا طبيعة الحال كنا فخورين أننا نستكملوا هذا المشروع اللي زاد الطاقة الاستيعابية لوصلت 14 مليون ديال المسافرين، وهو تدخل بطبيعة الحال في البرامج ديال المكتب الوطني للمطارات لمواكبة وتيرة النقل الجوي اللي عندها واحد النمو مهم جدا في هذه السنوات الأخيرة، وكاع المشاريع اللي تنديروا بطبيعة الحال تدخل في هذا النطاق. فاحنا يا فهاد المطار المحوري احنا تنعرفوا ان الدار البيضاء فيها 10 من المسافرين وعدد منهم كبير هم مسافرين اللي تيدوزو اون ترانزيت، يعني تيجيو تيديروا لا كوريسبوندونس باش تاخذوا رحلات اخرى في الدار البيضاء، يمشيو لوجهات عده ومنها خاصه الوجهات الافريقيه. فوفرنا لهم اجهزه جديده للعبور للترانزيت بكل المواصفات العالميه يعني بجوده عاليه، وكذلك درنا لاول مره في مطار محوري كالدار البيضاء درنا واحد الجهاز اوتوماتيكي ديال الامتعه اللي عنده طاقه استيعابيه ديال 5000 متاع في الساعه، وهذا كان مهم انه يكون في مطار كمطار الدار البيضاء باش يكون طبيعه الحال يلعب الدور ديالو الرائد كمطار محوري في القاره ديالنا، وكذلك طبيعه الحال في يعني في المحيط ديال المغرب. إذن السيد العفير، بالتزامن مع إعطاء انطلاقة العمل بهذه المحطة الجديدة أعطيت انطلاقة العمل بمجموعة من المطارات الأخرى، ما هي أهم المشاريع المستقبلية للمكتب الوطني للمطارات؟ الحمد لله قدمنا مشاريع أخرى اللي تم الإنجاز ديالها اللي استكملت لصاحب الجلالة، وهذه المشاريع تنفتحها وحدة مرة أخرى. فقدمنا المحطة الجوية الجديدة ديال مطار قلمين، وهو واحد المنشأة جميلة جدا وكذلك تجيب مواصفات ديال المطارات العالمية، وعندها واحد يعني واحد الهندسة مميزة وداخلة في النطاق ديال النمو ديال المطارات في أقاليمنا الجنوبية. وكذلك قدمنا محطة أخرى اللي هي محطة ديال الرشيدية اللي استكملت، والمحطة ديال زاكورة، وهذه المحطات شافوا الطاقة الاستيعابية ديالهم يعني زادت. فقل ميم وصلنا 700,000 مسافر يعني كطاقة، زاكورة 250,000 والرشيدية 350,000. ف كذلك في المشروع الرابع اللي قدمه هو المركز ديال الملاحه الجويه، المركز الثاني اللي درنا في اكادير اللي هو بحال المركز اللي عندنا في الدار البيضاء. فدابا ولات عندنا التعنيف استراتيجيك، كاين عندنا جوج مراكز في الملاحه الجويه، وغنكونوا من البلدان القليله في العالم اللي عندها جوج مراكز، يمكن اننا نزيدوا في الطاقه الاستيعابيه، وكذلك اننا طبيعه الحال نواكبوا النمو ديال هذا الميدان اللي هو مهم استراتيجي بالنسبه للبلاد ديالنا. وحنا بحال اللي تنعرفوا اول بلد غير اوروبي اللي دخل في الفضاء ديال اورو كونترول، اللي هما 42 دوله اللي عندهم لا نافيغاسيون ايريان الملاحه الجويه، وحنا داخلين معاهم. وبالنسبه لنا كل هذه المشاريع تدخل في النطاق ديال النمو ديال النقل الجوي في بلادنا، وتوفير كل الاجهزه اللي تحتاج باش اننا نطورها في احسن الظروف. عندنا بطبيعه الحال مشاريع في هذا الاطار هل هناك مشاريع يعني يرتقب ان ترى النور على الصعيد الوطني؟
بطبيعة الحال عندنا مشاريع أخرى بطبيعة الحال. عندنا مشروع اللي هو مشروع مهم ورائد بالنسبة لنا اللي هو المحطة الجوية الجديدة ديال الرباط، فهو يعني مشروع ضخم اللي تيتوازى مع مكانة الرباط كعاصمة ديال بلدنا وكمدينة الأنوار. فاحنا فخورين أننا عندنا هذا المشروع، واللي صاحب الجلالة تفضل بوضع الحجر الأساسي ديالو في الأسابيع اللي دازت. وهذا بالنسبة لنا مشروع هيكلي ديال المكتب الوطني للمطارات، ويكون أحسن من أحسن المطارات باش يكون أحسن المطارات يعني عالميا، ونكونوا فخورين به. وكذلك عندنا واحد المشروع اللي احنا في إطار الإنجاز ديالو اللي غيكمل إن شاء الله في الأواخر 2019، اللي هو المطار الجديد ديال الناظور بطاقة استيعابية ديال 2 مليون ونصف ديال المسافرين. وهو طبعا الحال بالنسبة لنا مشروع مهم، وعندنا مشاريع أخرى لمواكبة النمو في بلدنا ديال النقل الجوي اللي تنخدمها على إطار 10 حتى 20 عام في المستقبل. إذن سيد زهير محمد العفير المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، شكرا جزيلا لمساهمتك معنا في أخبار الظهيرة. في مجال الصيد التقليدي، تواصل غرفة الصيد البحرية المتوسطية بطنجة برنامج تجهيز مهنية الصيد التقليدي بالصنادق الموحدة العازلة للحرارة. وفي هذا الإطار تم تسليم أزيد من 1580 صندوق عازل و528 غطاء إضافي خاص بمناولة المصطادات لفائدة مهنيي الصيد التقليدي التابعين للدائرة البحرية لعمالة المضيق الفنيدق. ريبورتاج فن شاكر العلوي، عبد العالي جنوني ويوسف الشركي. ما يفوق 1700 صندوق عازل للحرارة استفادت منها قوارب الصيد التقليدية المتواجدة بنفوذ الدائرة البحرية للمضيق في إطار اتفاقية بين الوزارة الوصية وغرفة الصيد البحرية المتوسطية التي تصل قيمتها إلى 18 مليون درهم، والرامية إلى ضمان جودة المنتوج السمكي وفق معايير استراتيجية اليوتيس. الإخوان البحارة غادي تمكن لهم أنهم يشتغلوا بأريحية ويجيبوا المنتوج في واحد الجودة عالية، إذ هاد الصناديق هذه كتسمح أن إذا كان مادة ديال التلج تكون حافظ عليه واحد 400 أيام ديال بدون أنه ما يتأثر، وبصفة مباشرة المنتوج غادي يجي في جودة عالية، وحتى الإنتاجية ديال القوارب غادي تساهم هاد العملية هذه في الرفع منها. هاد العملية بدأت من ناضو، دازت الحسيمة، دازت الجبهة عمالة الشاون، باب حاليا في مضيق، وبعد غنمشي لطنجة وبعد غتعمم. فهذه معروفة مثلا الناس ديال السما كيعرفوا شنو هو القيمة ديال هاد الصناديق. 593 قاربا شملهم برنامج توزيع الصناديق العازلة للحرارة بالدائرة البحرية للمضيق، استفادة يثمنها العاملون بقطاع الصيد البحرية التقليدي لما لها من تأثير إيجابي على جودة المنتوج السمكي وبالتالي قيمته المالية. إذا كانت الجودة الحوت مزيان كما كيسوى الثمن، يعني كيتثمن المنتوج، هذا هو الدور بغيتي حقيقي 100%، يعني كيساعد البحرية في التثمين ديال المنتوج، لأن يعني البحر ملي كيخرج للبحر وما كانش النبرة يعني كيوصل الحوت ماشي في الكولور ديالو، ماشي كيبان الحوت كأنه قديم، إذا كان الحوت قديم السومة ديال الحوت كتقلل كتنقص، يعني هذا كيساهم في المنتوج، يعني كل ما ساهم في المنتوج كيكون الدخل ديال البحر أفضل. السنة القدم مزيانين، فتحنايا السمك ديالنا كنا نعملوها في الشمس، كنا نعملوها في الصندوق وكتدورو القايلة والتجدة غير كيدير، ولكن هذا الصندوق مزيان، تعمل جيب الحوت ديالك عملو في الصندوق دير عليه التج كيبغى الجودة ديالو مزيانة. هي إذن مبادرة ستسمح بضمان تنافسية المنتوج السمكي والمحافظة على جودته وحمايته من أضرار التلوث، مما سينعكس إيجابا على مستقبل منتوج قطاع الصيد البحرية التقليدي وبالتالي الرفع من دخل البحارة. مستهل الخبر الدولي للنشر من فلسطين، حيث قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة رامي الحمدالله وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. في غضون ذلك بدأت مشاورات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة يغلب عليها الطابع السياسي في محاولة للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن. وتشكلت حكومة حمدالله
وهي الحكومة الفلسطينية 17 في العام 2014 عقب مشاورات بين مختلف الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها حماس والجهاد الإسلامي، حيث أوكل لها مهمة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي بدأ في العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وإعادة بناء القطاع. طلب زعيم المعارضة الفنزويلا خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة من الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على نظام الرئيس نيكولاس مادورو. من جهته أبدى مادورو اليوم استعداده لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة والتفاوض مع المعارضة، رافضا في المقابل إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وتشهد فنزويلا الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة أزمة سياسية تزداد تعمقا مع انقسام البلاد إلى معسكرين ما بين التشافيين والمعارضين. صوت النواب البريطانيون مساء أمس على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكسيت الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا تغيير بند يهدف إلى تجنب العودة إلى الحدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. واعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن هذا التعديل سيمنحها تفويضا للتفاوض مجددا مع الاتحاد. إبراهيم المرزوقي. مرحلة جديدة يدخل اتفاق البريكسيت بعد تأييد البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاصة بتعديل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. فبأغلبية 317 صوتا مقابل 301 صوت النواب البريطانيون أمس على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للتاج البريطاني، كما صوتوا أيضا على قرار يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. وعقب هذا التصويت أعلنت تيريزا ماي أن هذه التعديلات التي طرحها النائب المحافظ غراهام برادي ستمنحها تفويضا لإعادة التفاوض بخصوص اتفاق البريكسيت. وقد أيد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين هذه الخطوة وقبل دعوة ماي بالانضمام إلى المحادثات التي تجريها لبحث سبل التوصل إلى اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي. وفي بروكسل أعلن متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن اتفاق البريكسيت غير قابل لإعادة التفاوض. تضرب موجة صقيع استثنائية قسما كبيرا من شمال الولايات المتحدة مع تساقط ثلوج ودرجات حرارة قطبية تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، ما تسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية وفي عمل الإدارات. وصدر الإنذار من صقيع قطبي اعتبارا من الاثنين في عدة ولايات تقع في وسط غرب الولايات المتحدة. وترافقت موجة الصقيع مع رياح قوية ودرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في داكوتا الشمالية منذ يوم أمس وحتى يوم الخميس بحسب مصلحة الأرصاد. وتسبب الصقيع الذي ترافق مع سقوط ثلوج بكثافة بإغلاق مدارس، وتم إلغاء أكثر من 1000 رحلة في مطاري شيكاغو ثالث مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية. وببلادنا تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم وغدا أن يظل الطقس باردا نسبيا مع نزول أمطار أو زخات مطرية ضعيفة. الطقس البارد والممطر سيتواصل كذلك يومي الجمعة والسبت مع نزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس. والمزيد من المعطيات في هذا التصريح للسيد الحسين يعابد عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية. تتميز الحالة الجوية العامة خلال ابتداء من يوم الجمعة بحول الله باقتراب منخفض بجنوب أوروبا. هذا المنخفض الجوي سيسمح لتيار شمال غربي يسمح لمجموعة من السحب المحملة بالأمطار والتي بحول الله ستهم المناطق الشمالية والوسطى للبلاد وستمتد نحو المناطق الداخلية مرتفعات الأطلس وكذلك شمال شرق البلاد. هذه الأمطار ستكون بحول الله معتدلة إلى أحيانا قوية خصوصا بشمال غرب البلاد وكذلك مرتفعات الأطلس، وكذلك سيكون اضطراب جوي مصحوب برياح معتدلة إلى قوية خصوصا بشمال وأقصى شمال شرق البلاد. كذلك هذه الأمطار ستكون بحول الله محملة ببعض الثلوج والتي ستهم مرتفعات الأطلس المتوسط والكبير وكذلك هضاب العليا الشرقية والتي تتجاوز عن العموم 1400 متر. وسيستمر هذه الأمطار بحول الله يوم
يوم الجمعة ويوم السبت بحول الله، بينما سيستقر الطقس بعد ذلك مع انخفاض في درجة الحرارة خلال يوم السبت والأحد خصوصا بالليل بالمناطق الداخلية ومرتفعات. هذا الاضطراب الجوي كذلك ستكون حالة البحر يعني هائج إلى قوي خصوصا بالسواحل الأطلسية الشمالية وكذلك الوسطى مع علو الموج قد يصل من 4 إلى 6 أمتار. في موضوع آخر، انطلقت اليوم بالرباط أشغال دورة تكوينية حول تكافؤ الفرص داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. الدورة تنظيم مشترك بين لجنة المناصفة بالشركة ومنظمة اليونسكو بتنسيق مع مديرية الموارد البشرية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. في المتابعة عبد الرحيم بن شيخ وياسين المعزي. دورة تأتي كثمرة تعاون مع منظمة اليونسكو انطلاقا من خطة عمل سطرت مارس 2018، اشتغال على تكافؤ الفرص داخل العمل الإعلامي بمختلف مراحله وتعدد مجالاته، كون المرأة عنصر فاعل ومنتج داخل المجتمع بنفس المؤهلات. هذه الدورة هي بداية لمجموعة من الدورات، وهي كتعكس واحد الرغبه ديال المؤسسه في ان هذا المشروع ديال المناصفه انه الحاملين ديالو هما اللي ينجحوا، هما اللي وهذا المشروع خصو يكون اسيميلي باغ لي زيفيكتيف ديال المؤسسه ديال الشركه. الضيف الاخر اللي ربما كنعيطوا عليه باش انه يحضر معنا في البرامج ديالنا كنلقاو احيانا بكل موضوعيه صعوبات باش انه يحضر معنا. احيانا كناديو على نساء لان كنتفاجئوا كي يرسلوا لنا رجال، وهنا ربما كتطرح الاشكاليه الاخ حمق في هذا الموضوع، كنعتقد على ان اشكاليه المناصفه اشكاليه الجميع. دورة انخرطت فيها مختلف المديريات وتستمر 3 أيام، ويستفيد منها صحفيون وتقنيون ومسؤولون، وتدخل في سلسلة تكوينات تشكل هذه الدورة انطلاقتها الفعلية. La SNRT est très en avance sur beaucoup. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لها تقدم كبير وكبير جدا على وسائل إعلام عمومية بدول أخرى، وهناك آليات قانونية للتكوين والمتابعة لترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص. الدورة جزء من مشروع مستمر داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لترسيخ المناصفة والعمل على التحسيس الواسع بفكرة تكافؤ الفرص. في المجال الطبي، تتواصل إلى غاية 2 فبراير المقبل بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش الحملة الطبية نبضات التي تستهدف أزيد من 65 طفلا مصابا بتشوهات خلقية على مستوى القلب. ويستفيد من هذه الحملة الطبية أطفال ينحدرون من أسر معوزة والذين سبق لهم أن خضعوا لعملية التشخيص من قبل أطباء مختصين في أمراض القلب والشرايين التابعين للمركز. سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور. 65 طفلا منحدرين من أسر معوزة ومن حامل بطاقة المساعدة الطبية رامد مرشحون للاستفادة من هذه الحملة، 50 منهم خضعوا حتى الآن للتدخلات الجراحية للقلب المفتوح والقسطرة. الأطفال هم أساس أي مجتمع وهم مستقبل أي دولة، وبالتالي كلما اعتنينا بالأطفال واهتمينا بالأطفال وعطيناهم حقهم سواء في الصحة سواء كان في التعليم أو غيره، وبالتالي نحن نكون قدمنا للمجتمع شيء جميل. في عملية نوعية فيما يخص جراحة القلب والشرايين والقسطرة عند الأطفال، الهدف بطبيعة الحال الأول إنساني لأنه ما يفوق من 65 طفل اللي غيستفدوا من هذه الحملة الطبية، واللي أغلبهم من مناطق يعني نائية ومن أسر معوزة. بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التكوينات الطبية التي تتيحها الحملة، سيستفيد مستشفى الرازي من إمكانية تخفيف الضغط الحاصل على مستوى لوائح الانتظار في ظل تنامي أعداد الأطفال الذين يشتكون من التشوهات الخلقية على مستوى القلب ببلادنا. هذه الحملات اللي كتمكننا من إجراء أكبر عدد أكبر العمليات من جهة، وكتمكن الطاقم الطبي ديالنا والفريق الطبي ديالنا والتمريض ديالنا باش يهتك
مع زملاء لهم جايين من مناطق أخرى ومن تجربة أخرى. إذن الهدف هو علاجي لكن في نفس الوقت تكويني وتكوين مستمر. لدينا فريق يقوم بالكشف الطبي والفحوصات والتصوير على الأطفال جو من أماكن بعيدة لعلاج قلوبهم. طبعا أجرينا أكثر من 150 كشف على الأطفال والحملة مستمرة. نستهدف كشف على أكثر من 300 طفل، ومن 300 طفل نستطيع إن شاء الله نعمل أو ننجز أكبر عدد ممكن من العمليات. أهداف مبادرة نبضات، منجزاتها وآفاق تدخلاتها المستقبلية بالمغرب، بالإضافة إلى وضعية التشوهات الخلقية للقلب عند الأطفال بالمملكة، هي من بين محاور ندوة صحفية تم تنظيمها بالمناسبة. الصفحة الرياضية للنشرة نخصصها لأقوى لحظات مباراة نصف النهائي الثانية من منافسات كأس آسيا لكرة القدم الإمارات 2019. المباراة جمعت بين منتخبي الإمارات وقطر وانتهت لصالح هذا الأخير بحصة 4-0. عبد الحق بيهت. في أجواء احتفالية وانبهار كبير وأمام قرابة 40,000 متفرج هنا من ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بمدينة أبوظبي، وصل المنتخب القطري حفظ النتائج الجيدة في نهائيات كأس آسيا للأمم، وكان المنتخب الإماراتي مقتضي الدورة هو من استسلم للرغبة القوية للمنتخب القطري في بلوغ النهائي لأول مرة في تاريخه. اللاعب بوعلام خوخي كان نجم اللقاء وافتتح الحصة في الدقة 22، وذلك بعد مجهود فردي متميز وخطأ فادح للحارس الإماراتي خالد عيسى. قبل أن يضيف هداف المنافسة النهائية اللاعب المعز علي عبد الله الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقة 37، وقعا بذلك هدفه الثامن لحد الآن. ينتهي الشوط الأول لصالح المنتخب القطري بهدفين لصفر. وفي الدقة 80 من اللقاء سيتمكن المنتخب القطري من توقيع هدف ثالث، والموقع هذه المرة اللاعب حسن خالد الهيدوس، وذلك بعد مرتد خاطف من الجهة اليمنى. نتيجة قوية أثارت حفيظة الجمهور بالمدرجات وخلقت ارتباكا ونرفز داخل صفوف المنتخب الإماراتي داخل بقعة الميدان. وبعد خشونة واضحة أمام أعين الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس الذي لم يتردد في طرد اللاعب إسماعيل أحمد الدقة 80، المنتخب القطري استغل هذا النقص العددي وانهيار تام للمنتخب الإماراتي ليضيف هدفا رابعا في الوقت الميت من اللقاء، ليتأهل المنتخب القطري إلى النهاية لمواجهة منتخب اليابان الفائز باللقب 4 مرات والذي فاز بدوره دون عناء في لقاء النصف على المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة. المباراة النهائية لهذه التظاهرة ستجرى يوم الجمعة القادم. إذن إلى التذكير بعناوين النشرة. طاقة استيعابية جديدة لمطار محمد الخامس الدولي بعد تشغيل المحطة الجديدة والتي ستساهم ب 115% عند التسجيل و 80% إضافية عند الإركاب و 50% عند العبور. تسليم أزيد من 1580 صندوق عازل و 528 غطاء إضافي خاص بمناولة المصطادات لفائدة مهنية الصيد التقليدي التابعين للدائرة البحرية لعمالة المضيق الخنيطق. وبمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تتواصل إلى غاية الثاني من فبراير المقبل الحملة الطبية نبضات التي تستهدف أزيد من 65 طفلا مصابا بتشوهات خلقية على مستوى القلب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء غدا بحول الله.